بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهارده هنتناول تمرين جديد على العمليات الهندسية. كنا شرحنا قبل كده فيديو مهم جدا لازم تراجعوه، اللي هو إزاي تعمل أي تمرين في العملية الهندسية بكل بساطة وبكل سهولة. التمرين اللي قدامنا ده عايزين نعمله، إحنا كنا شرحنا 5 خطوات. نلخص الخطوات بتاعتنا كده سريعا. أول خطوة إن أنا بعمل سنتر لاين بتاع الشكل كله، اللي هو زي ده وده 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 وده. بعد كده بعمل الدوائر الكاملة، اللي هو زي دي والدوائر اللي هنا دي، الدايره دي والدايره دي، الاربع دوائر دول. بعد كده بعمل الاقواس اللي اقدر احدد مركزها زي القوس ده والاربعه اللي حواليه. بعد كده بعمل الخطوط اللي اقدر احدد اطولها زي ده. بعد كده بقى بعمل المسافات اللي هما زي دول. تعالوا نطبق الخطوات دي هنا كده عشان نشوف الموضوع ماشي معانا ازاي. اول حاجه احدد السنتر لاين اللي هو ده. بعد كده احدد الاربعه سنتر لاين اللي هما دول. ثاني خطوه بقى بعد كده اعمل الدوائر الكامله بتاعتي، الدايره الكامله اللي عندي مثلا زي الدايره دي، والدائرة مثلا زي الدائرة دي واللي شبيهة بها دي، وكذلك دي وكذلك دي. المهم الدوائر ايه كاملة تانية؟ بس عندك الدائرة برضو اللي جوه هنا دي، الدائرة دي والدائرة دي أكتر موجودة عندك في الورق، لكن الصورة اللي جاية لنا مش واضحة أوي. بعد كده عندك دائرة سنتر لاين اللي هي دي، نعملها بلون الأحمر. ناقص الدوائر كاملة تانية، ناقص الدائرة بتاعتك اللي هي دي. عندك كام دائرة؟ ده 1 2 3 4 5 6 هتتمشي 60 درجة. هتبدأ أول دائرة عندك هنا تمشي 60، تعمل الدائرة دي تمشي 60، دي هو كده 120، تعمل الدائرة دي وتعمل الدائرة دي وتعمل الدائرة دي وتعمل الدائرة اللي عندك دي. يبقى أنت عملت 6 دوائر بتوعك، وبعد كده خلصت الدوائر الكاملة. الخطوة اللي بعد كده إن أنا بعمل الأقواس اللي أقدر أحدد مركزها زي إيه؟ زي الكوسة أهو، بداية من هنا نهاية اعمل اي قوس ما اقدرش احدد مكانه باي شكل. يعني اعمل القوس ده لحد فين، ممكن اعمله كده، ممكن اكمله كده، وبعد كده الزيادات ابدا امسحها لما اجي اشتغل، وكذلك ده وكذلك ده. في قوس ثانيه اقدر اعملها كده، انا خلصت كل الاقواس بتاعتي. الخطوه الرابعه اللي عندنا انك تعمل خطوط، خط زي ده اهو اقدر اعمله، خط زي ده اقدر اعمل. واحد يقول لي طب في خطوط عندي ثانيه؟ في عندك خط اللي هو هنا ده. واحد يقول لي طب اعمله ازاي؟ المفروض ان في سنتر لاين بيه كده واصل بالمركز، بتيجي انت يمين وتمشي نص المسافه وتقوم جاي شاد الخط ده، وكذلك تمشي بتشد الخط ده، وبعد كده برضه بنفس الطريقه هنا اهو السنتر لاين واصل لحد هنا، تمشي تطلع فوق بمقدار نص المسافه دي، كذلك نص المسافه دي، تمسح الكلام ده بالقلم الاستيك. طبق نفس الوضع هنا، طبق نفس الوضع هنا، وكذلك هنا وكذلك هنا. تاني انا عندي خط سنتر لاين واصل بالدايره بتاعتي اهي، اقوم جاي طالع كده موازي للخط ده بمقدار نص المسافة، وشد الخط ده من اول هنا لحد هنا، شد الخط ونازل برضه نفس الكلام، شد الخط ده وماسح الزيادات دي، وطبق نفس الكلام هنا وهنا وهنا وهنا. متنساش تمسح الزيادات بتاعتك. في خطوط تانية كده، انا خلاص خلصت كل الخطوط. ناقص عندك ايه؟ ناقص عندك القوس اللي هو ده. هتقول لي طب هعمل القوس ده ازاي؟ شرحنا بالتفصيل قبل كده ازاي تعمل المنس من الخارج، القوس ده بيمس الاقواس دي من الخارج ازاي؟ تقف هنا تفتح مقدار نص القطر ده زائد نص القطر اللي بره تعمل قوس، كذلك نص القطر الدائري دي زائد نص القطر القوس اللي بره تعمل قوس، تعمل ده وكذلك برضو ده وكذلك ده وكذلك ده. يبقى انت كده خلصت الرسمه بكل بساطه، ولو طبقت الخطوات اللي احنا قلنا عليها وشرحناها بالتفصيل قبل كده تقدر تعمل الرسمه بكل بساطه من غير اي مشاكل. بننبه ان الرسمه دي ممكن تلاقيها بالشكل اللي هو ده او مقلوبه بالشكل ده عادي خالص، لكن هو التطبيق واحد ما فيهوش اي مشاكل. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على فيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.